بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبغى نتكلم عن أسئلة كثير من الناس، هل الأزولة أنواع؟ ليش في نوع حبة صغير وحبة كبير؟ إن شاء الله في الفيديو هذا حأجاوبكم على هذه الأسئلة. عندكم هذا أول شيء، هذا أكبر مثال، هذا الأزولة شوف ما شاء الله كثفتها وثخنتها أهو ما شاء الله، شوف حبتها كيف. طيب أول شيء نتكلم عن نوع الأزولة، الأزولة الموجودة في السعودية وفي مصر وفي الشام، نوع اسمه بناته، يعني النوع واحد الموجود في الدول العربية، نوع واحد. النوع في أنواع كثيرة ولكن نادر تحصلها، لكن النوع المتداول بين الناس اللي هو النوع بناته. طيب دحين الناس تقول لي والله الأزولة اللي أخذتها حبة صغير، كثير يسألوني أخذتها أو في أزولة كبيرة، إيش الفرق بينها؟ الأزولة نوع واحد، كبر وحبة الورقة وصغرها لها شروط، أنا أديك شروطها. أول شيء أكثر، خلنا أعطيكم ملاحظة قبل ما أعطيكم الشروط، أكثر ما تشوفون في الفيديوهات ثخانة وهذا زي هذا الحوض، أنا كنت مسافر مدة 7 أيام وهو ما جمعت منه، شوفوا ما شاء الله كيف كثافته وثخانته. يعني هذه أول شيء، إن الأزولة إن طولت عن جمعها تكبر بحيث إنها ما تحصل محل، تقعد متماسكة ما تتفكك تصير صغيرة، شوفوا جاي فوق بعض ما تتفكك تصير صغيرة. ولكن لو كان الجمع يومي أو يوم بيوم مع الجمع، لأنك ما تعطيها وقت تكبر، عشان كذا تصغر حبة الأزولة مع الجمع المتكرر، مع الجمع المتكرر لازم تصغر الحبة، بعدين الجمع الجائر يصغر الأزولة على طول. ثاني شيء، في ناس يقول والله أنا ما أجمع لكن أزولتي صغيرة، طيب هنا دخلنا للسبب الثاني اللي هي التسميد. الأزولة يا أخواني تعتمد على نظافة الموية، نظافة الماء، يعني الماء تكون محافظ عليه، ليكون عفن، جاء عفن أبيض، جاء طحلب، الطحلب يأثر، أي شيء تكون مويتك نظيفة وحوضك نظيف ومحافظ عليه ومسمد ومزبوط ومعطيها هيدروكسيد النحاس وكبريت ميكروني. طبعا هيدروكسيد النحاس وكبريت ميكروني مع التسميد تحط كل متر مربع 3 جرام، كل متر مربع 3 جرام. يعني الأزولة لو اهتميت فيها وسمدتها، وأنا أرجع وأقول أفضل سماد جربته أنا شخصيا اللي هو أسماك القوبي، أو حسب التجربة الثانية موية أسماك البلطي، بإذن الله أفضل الأشياء هذه. طبعا فيها التراب أو الطينة مع الدمن هذه، ولكنها صعبة لأن يبغى لها تقليب يومي وتنتباه وتقلب الحوض، لأنك لو ما قلبته وما في سمك وما في، يجيك العفن الأبيض اللي تروح أنت وأكرمكم الله، الموية زي ريحة المجاري، زي ريحة المجاري. ولكن الماء مع المحاليل A و B هذا ممتاز لحاله، ممتاز مع الأسماك أفضل أفضل، كتجربتي أنا الشخصية الآن كل الأحواض عندي عدس الماء الأزول على ماء السمك، يا ماء سمك البلطي يا أسماك القوبي. نرجع الموضوع، الأزولة تكون حبتها كبيرة وكثافة، اللي في الفيديوهات هذا لا يغشوك يا إخواني، هذه تكون 3 4 6 7 أيام. هذا الحوض أنا 7 أيام تقريبا ما جمعته لأني كنت مسافر، والومسة اللي جيت من كثرة أسئلة متابعيني حبيت أطرح لكم هذا الفيديو، الكثافة والكبر عشان ما تجمع. طيب كيف أنا تقول أنا طب أنا بجمع أبغى أسوي أبغى كثافة زي كذا، أنا أعطيك الحل، بدل إن كان دجاجك أو غنمك تحتاج حوضين، صلح لك 4 5، صلح لك 4 5 6، اليوم اجمع هذه حوضين أو حوض ونص، بكرة اجمع حوض ونص، بعده حوض ونص، بعضه حوض ونص، لما ترجع للحوض اللي انت جمعته بعد 3 4 أيام حتحصله بإذن الله صار كثيف وأوراقه زي كذا وإنتاج عالي، تستفيد، تستطيع ذيك الوقت تعطي غنمك وتعطي دجاجك وتعطي دواجنك، وكمان انت تبغى تنشف تنشف، يكون عندك إنتاج وفير. ولكن تحط لي مثلا تقول بس كفيني حوض حوضين، مثلا 2 في 10 2 في 10 2، هي كافية يعني حسب الغنم اللي عندك، ولكن لما تجمع منها كل يوم حتصغر الحبة. يقول ليش؟ أنا كثير جوني لما جمع وقسم الحوض، عندي واحد من عملاء قسم الحوض إلى عدة أحواض، ف
فلما نقسم الحوض إلى عدة أحواض عشان يجمع منها يوميا لازم، لأنها خلاص صار فراغات والأزولة تتفكك يوميا، تتكاثر عن طريق التفكك. لما تتفكك يوميا الأزولة، لما الأزولة تتفكك يوميا تكون حبتها صغيرة، تأخذ 3-4 أيام حتى تكبر تجي فوق بعض. عشان كذا الناس تقول ها هذه حبة كبيرة، والله واحد أخذت منه حبة صغيرة. لا يا إخوان، الأزولة نوع واحد، هذا الفيديو بخصوص كلمتكم فيه، لأن الأزولة نوع واحد في تسميدها، التسميد الجيد لها. وزي ما علمتك إن كان سحب منها يوميا وسحب، ولو كان سحب جائر تروح صغار. والطحلب أيضا، الطحلب إذا مسك في عروقها يخليها ما تسحب، يثقلها، يغطسها، يغرق الأزولة. وثاني شيء يخلي حتى امتصاصها للغذاء بسيط. طيب، حبينا إن شاء الله نكون نفعناكم بهذا الفيديو، حبينا نصوره. طبعا أنا جالس على طرف الحوض وقاعد أصور لكم هذا الحوض. طبعا هذا الطريق اللي أنا مشيت معه، شوفوا ما شاء الله كيف الكثافة، مع اللي أنا ماشي زي ما قلت لكم 7 أيام ما جمعت الحوض. حبينا نصور لكم الفيديو هذا للمعلومية، عشان اللي يجي يقول الأزولة أنواع، عندي حبة صغيرة وحبة كبيرة، الأزولة كلها واحد على حسب نظرته وتجربتي، اللي هي اسمها بناتا وموجود عندنا في السعودية وفي الدول العربية. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ودعمونا بلايك واشتركوا في القناة، وحاولوا انشروا إن استطعتم تنشروا هذا لأصحاب الأزولة وأصحاب المواشي ربوا الأزولة عشان يستفيدوا. الفيديو هذا للنفع العام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.